احنا دايما مع الخبير الاستاذ سعيد عكاشة بنقول يعني ندخل في الموضوع على طول. استاذ سعيد عكاشة الخبير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. تحياتي استاذ سعيد. بعد التحيه، ترامب اخر تصريح لي بيقول ان في ادله هائله على تزوير الانتخابات وما حدث غير دستوري. توقعت حضرتك في الاتصال الاخير ما بيننا بانه الفتره القادمه لحين خروج ترامب من البيت الابيض قد تشهد الولايات المتحده الامريكيه مشاكل، ازمات، عدم استقرار، يعني في الشكل ده تتوقع ايه؟ بالفعل امريكا على صفيح ساخن بعد الانتخابات. نعم. الى الان الموضوع مش محسوم. اداره الخدمات العامه المسؤوله عن اعلان النتائج للانتخابات لحد دلوقتي ما قالتش ان بايدن فايز، وبالتالي مش يعني الاحصاءات كلها هي تجميع لاصوات اللي حصلت في الولايات الامريكيه المختلفه. لكن الى الان نحن امام معركه قضائيه. امريكا داخله في ازمه لن تكون بعد الانتخابات فقط، هي تستمر ربما الازمه الانتخابات. ازمه قانونيه قضائيه في جانب منها هي ازمه قضائية. نعم. حتى لو حسمت في النهايه وهي اقرب انها تحصل لبايدن في نهايه المطاف. أي. لانه حتى الان لم يقدم ترامب اي يعني ادله على اللي كان بيقول ان في انتهاكات. هل هتكون في مفاجات؟ احتمال ده يكون قدام المحكمه، لكن انا بتكلم على ما بعد الانتخابات. نحن امام نوعين من الشعبويه، شعبويه يمينيه كان ممثلها ترامب، وشعبويه يساريه بيقودها الجناح الاكثر تشددا جوه الحزب الديمقراطي. نعم. يعني امريكا داخله في ازمه ممتده لاربع سنوات قادمه. يا في هتصل لاربع سنوات قادمه يعني. ليه يا فندم؟ هل ده ليه علاقه بانصار ترامب الموجودين الان في بعض الشوارع الامريكيه؟ لا، مش بس العنف في الشارع، المشكله الاكبر انه بايدن في حاله صحيه مش كويسه، ويكاد يكون مع مصاب الزهايمر، وممكن ان الحاله تتطور للاسوء اثناء ولايته في السنوات الاربعه الموجوده. النائب بتاعه اللي هي كمالا هاريس دي ست يساريه قد تؤدي الى مشاكل جوه الاداره نفسها. مجلس الشيوخ النهارده اغلبيه جمهوريه فهيعيقوا عمل الديمقراطيين في الغالب. يعني حتى بايدن نفسه بيعترف انه جاي برغم كل تركيزه على الهجوم على ترامب في موضوع كورونا، الا انه بيقول الامريكان احتمال يموت 200,000 كمان. طب هو صرح التصريح ده. انت كنت بتقول كده، طب بتهاجم الراجل ليه يعني؟ فاذا الجمهور المتعطش للتغيير او لتغيير حقيقي قد يكون اداه ضغط كبيره على بايدن. وفي الحاله دي احنا قدام اربع سنوات سيئه بالنسبه لامريكا، فيها معارك كثيره في الداخل ومعارك ايضا كثيره في الخارج. اذا امريكا يعني تمر باسوا فتراتها لانها اصبحت محاصره ما بين اليمين الشعبوي واليسار الشعبوي ايضا، وكلاهما يعني بيلعب جيم سام جيم، ما حدش فيهم عايز يقدم فكره الاعتراف بالصندوق. فكره الاعتراف بالديمقراطيه ليه مش موجوده ما بين الامريكان؟ لا خلاص، هي حضرتك بس الجمهور مش عارفه. اللي بدا التشكيك في الاجراءات الديمقراطيه كانوا الديمقراطيين نفسهم في 2016. نعم. هم اللي شنوا حملة على ترامب وقالوا انه استخدم الروس علشان يكسب، هم قالوا انه زور وهو، انما هيفضلوا بقى دلوقتي يقولوا ان هو ترامب اللي خلق الترند بتاع عدم الاعتراف. ده مش صحيح. اللي خلق عدم الاعتراف بالشرعيه الديمقراطيه هم مش الجمهوريين. تحديد الامر هم اللي بداوا اللعبه، وبينزلوا دلوقتي هم يعني بيدفعوا ثمن انهم بداوا لعبه خطره. وصلت امريكا ان الديمقراطيه الامريكيه اصبحت مش تماما في بدا مصداقيتها امام الجمهور العالي لا في امريكا ولا بره امريكا. نعم. وجود انصار ترامب في الشارع الامريكي، ما هي الرساله من وجهه نظر حضرتك؟ بطبيعه الحال لو حضرتك في 2016 الديمقراطيين حرضوا انصارهم ونزلوا، حصلت احداث عنف قليله مش كثيره قوي، لكن المره دي الاحداث العنف كبيره شويه اكبر حبه. تتوقع انها تستمر؟ اعتقد انها هتستمر لفتره قليله مش كثيره، لكن الازمه في امريكا هتبقى مطلق يعني مركزه في مساله الفريق اللي بيعاون بايدن. بايدن في حاله صحيه لن تسمح له بالسيطره الكامله على الاداره، هو وعد انه مش هيترشح غير الولايه دي. يعني بيحط الشعب الامريكي امام اختيار وحيد، وهو انه يبقى كمالا هاريس هي اللي تبقى مرشحه الديمقراطيين في المره الجايه. كل ده بيستفز الجانب المحافظ في المجتمع الامريكي، جزء البيض الامريكان تحديدا. يعني الانقسام بقى عرقي ومذهبي و
سياسي ويعني لاعب. كل امريكا تمر بفتره سيئه ونحن سنرى في السنوات الاربع القادمه ربما يعني احداث مفاجاه كثيره قد تؤدي الى تغيير العالم وليس تغيير امريكا. ربنا يستر. بشكرك فندم، شكرا جزيلا.